السلام عليكم، أهلا وسهلا، كيفكم؟ كيف الأحوال؟ مرحبا بي عندكم، إن شاء الله نكون ضيف خفيف الظل عندكم يا ربي. شكرا على التواصل، شكرا على أي حاجة. اليوم إن شاء الله ماكين ما أسهل من هذه الأكلة، بسيطة جدا، ما محتاجاش بزاف ديال الانجريدينتس. It's really really extremely easy recipe ever you can prepare for yourself. Okay, so today is gonna be stuffed cabbage. Somehow I want stuffed cabbage today with my chicken. We're gonna share the chicken later on. So اليوم ان شاء الله قلت اجي نديرو ورق ديال الكرنب معمر بالروز، الروز فقط. غادي نشحر البصله بوحدها على جانب. Inside I'm gonna salt the onion. So I need dust onion. غادي نشحرو البصله في الزبده. وغادي نمشي معكم بالطبقة step by step. I'm gonna as I tell you what the ingredients we're gonna need on this recipe today. محتاجين فقط بصلة واحدة متوسطة الحجم، غير من أجل أننا نعطي واحد المذاق شوية زوين في هذه الوصفة ديال اليوم إن شاء الله. وغادي نحتاجوا معها فقط ربع زبدة، يعني نقول واحد المعلقة كبيرة ديال الزبدة. They're gonna be all together in the pan. It's already hot, of course. Okay, let's go. المقلة سخونة كما قلت لكم، سمعتوا؟ مباشرة نحطوا عليها البصلة. نقول لكم وصفة غتكون ألذ وأروع ما كان. سهلة، يعني الكرنب ممكن تعمريه بأي طريقة بغيتي، كيجي زوين أي طريقة، فما يحتاجش أنك تكوني زعما راني طويلة. عندكم يغركم المنظر، راه ما طويلة ما والو، راه عادي طولي جدا. المهم غادي نخليو البصلة حتى تدبل مزيان وتشحر بخاطرها مع الزبدة بدون ملح، ان سولتد بارر. وغادي نمشيو للكمالة ديال الوصفة ديالنا، ممكن نمشيو نتسارعو. ليتس جو. المهم الوصفة ديالنا كما قلت لكم سهلة، easy. I have some rice. Doesn't matter what brand of rice you're gonna use. I already washed it clean off and I drain it. Okay. And we're gonna add some parsley. كل شيء كيمشي للسينك. أنا مني كنكون كنطيب كنشغل وكننقي ورايا، ما كنبغيش نخلي اللواني مجموعين. Otherwise you're gonna get it stuck in the sink and I don't like that. Here we go. I'm gonna take some to my rice. I'll give it a shwee up for rose, but it had تقريبا واحد الملعقة كبيرة. غادي نخليها على جانب. So I'm gonna save this aside. Okay. Meanwhile, I'm gonna take care of my onion. From my garden, I have thyme, fresh thyme, just like that, because it's really thin, so just like that. Okay, okay. كنظن بركة تقريبا واحد 2 tablespoons ديال thyme اللي هي الزعترة باللغة المغربية ديالنا، هي من فصيلة الزعتر. So أنا غادي نقتصر على هادو. كما قلت لكم واحد 2 تيبل سبون ذا ماكس، هذا كلهم اللي راح نعطيهم غادي نستعملهم. طبعا الحال ما كنستغناوش على الثومه. ثومه 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 ضروري. ندير غير واحد راس ونص، قول راس كبير وواحد صغير، هذا هو اللي غادي يكون مع الرز. اوكي، الملح والبزار فقط، الملح على حسب الذوق. اوكي، I will say 1 tablespoon and half for me. And it's gonna be like 1 teaspoon of salt of black pepper. Okay, just a little bit olive oil. Usually I have to use 1 egg. I'm running out, so you can skip the egg. No problem. بطبيعة الحال كندوق الأكل ملي كنكون كنطيب.
شي كناكل غير تندوق الملحايه هذيك، ما محتاجينش نضيفهم حتى شي حاجه اخرى. اوكي، البصل بغيناه يدبل غير بحال هاد الشكل الا لاحظتوا، يعني غير دبل لينا، ما محتاجينش نطيبوه اول ذا واي، حنا ما محتاجينش نطيبوه يعني واحد الدرجه حتى يترخى ما يبقاش منه، لان مازال محتاجين الفليفر ديالو في الطبخ اللي غادي نكملوا به الكباج ديالنا. نديرو هذا في الجنب حتى نبغيوه، لانني محتاجه نستعمل الورق ديال الكباج فوق الكاتين بورد. انا ما محتاجه شيء، ندير وحدات صغيورين، يعني كل ما لفيت انا الكباج هكا كبير انا عندي احسن بكثير. فاللي بغى يديرو صغيور يديرو، اللي بغى يقطع الورقه ديال الكباج الا كانت كبيره يقطعها، المهم الحجم تيبقى على ذوقكم وعلى اختياراتكم. So the size of the stuffing cabbage, it depends on you guys how you gonna like it. I prefer to just go ahead and stuff the leaf. Okay, so I don't need to keep cutting whatever. It's gonna be one small, one big, no problem. Everything is gonna be in the oven and everything is gonna be in my stomach. So غادي نبداو على بركة الله. هذه هي الطريقة أنا باش غادي ندير الكباج. ما محتاجين حتى شي طريقه صعيبه. هذا هو الكابج، درت غير شويه لان غادي اكستاندا ان شاء الله. وبطبيعه الحال الروز كيمشي على حسب الحجم ديال كل ورقه. انا كندير ان كوكت رايس، يو كان دو كوكت رايس بس اتس غانا تيك يو وين يو بيك ات يو نو هاو لونج اتس غانا تيك يو. اوكي، سو it is the way how you can do everything. هذه هي الطريقه، ما صعيبهش بزاف، سهله بكل بالبساطه ما تحمل من معنى صراحه. So, هذه هي الطريقه، ممكن تستعملي ملعقه، ممكن تستعملي يديك، وحنايا في الكوزينه يدينا دائما في الماء دائما نقيه. So, ببساطه ممكن تستعملي يديك. غادي نمشيو على هذه الطريقه حتى نسالي كل شيء. طبعا الحال عندي اي صحن عندك كيدخل الفرن، يا كلاي يا ستانلس اور غلاس، اتس اب تو يو، whatever you have in your kitchen. I'm gonna grease it. طبعا الحال غادي نحتاجو لها واحد لا توماط صوص. هاد لا توماط صوص هي ديجا خلطه ديال الطماطم مع البصله مع الثومه مع شويه ديال التنسيمات اللي هي كتجي معاك. او ديري لا صوص سامبل وديري نفس التوابل اللي درتي في الروز ديريه في لاصوص ديالك. محتاجين طوماط صوص اللي هو تكون لاصوص اللي غايطيب فيها الكابج، and that's it. ايوا داغي ايزي، شتو سهله العمليه، سهله سهله بزاف. ساليت هادو اللي كيبقاو، يعني شي صغير هادو لي شاطو فيهم شاي، غندير شي حاجه لتحت وشي حاجه من الفوق وغادي ندخلهم الفران في امان الله وحفظه. غير شي شويه بحال هكا كندهنوا الصحن كامل اللي غيدخل الفران مخيره بزاف وعاد. اوكي، عندنا لاصوص طوماط كما قلت لكم. اوبس، سبلاش اون مي، كما قلت لكم غنديرو فقط غير شي حاجه بحال هكايا. عرفتي شحال لاصوص حل بنينه؟ يا سلام. اوكي، هادو غادي نفرشوهم بحال هكايا عادي، ما بغيتوش تفرشوهم راه ماشي مشكل، كاين اللي كيخللهم يو كان بيكل ذا ماب. انا من غير شي حاجه خفيفه بقات صغيره ما محتاجه شي ترقاد ولا التخليله، سو نستعملوها هكذايا يعني. وغادي نجيو على بركه الله غادي نستفو دائما هاد اللفه the end of it، جيبوها هكا واقفه. اوكي، open side and the other side so they hold each other. اوكي، like that.
وغادي ندخلوها للفران بطبيعة الحال اللي كنكونو ديجا سخناه على 350 درجة فورنهايت، اللي هي تقريبا 180 سلسيوس. هكذا بهاد الشكيلة. هادو راه ماشي مشكل، ممكن نحطوهم من الفوق، راه ما غيطرا لهم حتى شي حاجة. اوكي حتى حاجة. بحال دابا هادي زيرتها، خليها تنفس على ود الروز، غادي طيب في امان الله وحفظه. عادي جدا بحال اللي كطيبو ورق العنب في الطنجرة، وحده فوق وحده. اوكي غادي ندير لها لاصوص ضروري. اي اوبسي سوري. هكذا عرفتي شحال غادي يجي لذيذ؟ راه قلت لكم ما كاين ما سهل من هذه الاكله. قلت لكم يدي نقيه، فكنستعمل يديداتي في الكوزينه. اوكي طبيعة الحال نصيحتي لكم دائما، فين ما تطيبوا في الكوزينه غسلوا اللوان، تخليوش السين يعمر. راه الكوزينه لا بقيتي فيها ما تخرجيش، فيستحسن كل ما طبيعة الحال ما ننساش البصيله ديالي بيدي انا يعني. اذا اوكي كلشي بيدي هكا فوق لاصوص، عرفتي كتجي هائله جدا، وهذا الشيء كيشهي، ومع هذا الزبده يا سلام. اوكي شاريش كيتملى مكتوب يدي ما كتساليش من الماء. اوكي غير غادي نغطي هكذايا، حنا بخير علينا. لاحظتوا جدا. غادي نجيو للزبده اللي بقات لينا، غادي نقطعوها طريفات وغير غادي نوزعوها هكذا على الطاجين ديالنا. اوكي بحال هذا الشكل. قلت لكم هذه الوصفه من اسهل ما يكون صدقوني، وان شاء الله غادي ترافقوها بواحد صدر ديال الدجاج بالعظم. غادي نوريكم حتى هو غادي يكون سهل 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 بزاف، ما غادي ياخذش في يدينا واحد نص ساعه ديال الطياب كاع، وكاع لا بغينا نقولوا واحد قسمين ديال التوجد ديالو. سالينا طبعا الحال غادي نغطيوه. اوكي هادشي كامل غادي يمشي هنا. اوكي ضروري من هذه تحت الخشبه. Always make sure you have a weight towel under your cutting board for not to have any sliding accidents and everything is gonna be in your face or flying somewhere. شاري جمار ماشي مشكل، قلتلكم انا بيكي غادي تقبلوا عليا كما انا الله يرحم الوالدين. نتمنى هاد الوصفه ان شاء الله تعجبكم، نتمنى يا ربي تلقى استحسان عندكم، وما تنسونيش دائما من لايك وشير وسبسكرايب ضروري يعتني في الخطر. ضروري في الخطر. الصحن ديالنا ها هو ان شاء الله غادي نغطيوه. الطريقه ما اسهل منها. اوكي كنجيبو دائما واحد الصينيه ديال الفران، حتى هي ديري لها الورق الغذائي باش ما تبقاوش عاوتاني تغسلو ولا تحكو اي حاجه فاضت ليكم. هي تخدمها بالعقل احسن ما تخدمها وانت معدد. سو ورك سمارت نوت هارد. اوكي ناو وي غانا جو تو ذا اوفن اند وي سي ايتش اذر وين اتس دان. Thank you for watching and stay tuned. Don't go nowhere. إوا قبل ما ندوزو الدجاج نحيدو علينا هاد الروينة. ما قلتلكم ما كنجمعش اللوانين حول ما أمكن،
اللي طاحت في يديكم تغسلوها، ما كاين ما تغسلوها. So easy as you go, as you clean after yourself. And this you need to take it as a habit. كاين ما سهل منا، كاين ما سهل من الحداقه. الحداقه كاين اللي ما كيحملش يدخل الكوزينه فيقول لك واش انا حياتي غتمشي عليا في نمسح جفاف، فما يمكن لك شيء ما تمسحيش وما تجفيش، ضروري خصك تنظفي مورا نفسك اضعف الايمان. ماشي بالضروره تكوني حادقه، ماشي بالضروره تكوني ضليعه في الكوزينه، ماشي بالضروره ديري الخيال في الكوزينه، انما النقاء شي حاجه، التاويل شي حاجه. نجيو للدجاج. اوكي الدجاج كما قلنا صدر الدجاج ديجا غسلته، غادي نخليه بالجلده ديالو. اوكي جوج كبار بارك علينا الغدا تاع دغري تغسلو. ثوما اللي شاطت لينا غادي نديروها هنا. اوكي نديرو كاسايد، نتمنى تكونوا كتشوفوا اش كندير، تسمحوا لي لان فعلا انا والكاميرا خصنا ندربوا، باقي غناخذوا كورسات على الكاميرا. اوكي غتسامحوني ديال نكون انا والكاميرا وكنهضر وتنشغل، باقي ما تعودتش عليها، فغادي تقولوا مني اي خطا درتو الله يرحم الوالدين. مرحبا بكل تعليق، يعني شنو اللي خصو يدار شنو ما خصوش يدار، كيف خصها تكون هذه الحاجه ولا ما تكونش هذه الحاجه. بطبيعه الحال كي كنقولوا دائما تنقضوا بعضنا وتنعلقوا على بعضنا وتنجادجوا بعضنا في حدود الاحترام. اوكي مرحبا بكل تعليق، مرحبا بكل انتقاد هداف. اوكي كما قلت لكم ديك قبيله شويه ديال المعدنوس اللي خليت is gonna be here. عندنا الفلفل الاسود بلاك بابر، الملح صوت 1 تيبل سبون، نديرو واحد شويه ديال الزيت البلديه او زيت الزيتون اللي هو اوليف اويل او الساي كوارتر كاب. The main seasoning today is mustard, so it's gonna be roasted mustard chicken. تنحملش نحل هاد القريعات بحال هكا، هاهي هكا تحلات ليا هاد برا. اوكي to me it will be almost 3 quarter cup of mustard. اوكي between 3 quarters to 1 cup yellow mustard. so غادي نستعمل يديا بطبيعة الحال، غنحاول ما امكن ما نستعملش هاي الخاتم حيت غادي يديرونجيني وغادي يتوسخ بالماسترد وما الى ذلك. سو غادي نخلطو هاد اللقامة كلها مع بعضها ضروري غير براس الاصبع ديالي. بيرفكت ماي جاد بيرفكت، الله يسمح لنا الله يسمح لنا يا ربي. غادي نميكسيه مزيان، بالحق غادي نحل حتى الصدر حتى هو باش تدخل له اللقامه بالمزيان، ضروري يكون شارب اللقامه باش تحس بلي ان فعلا تتاكل ماسترد روستد تشيكن. غادي نفلحو هاد الصدر هكا بهاد الشكيله من تحت الجلد، ما كنقطعش الجلده حيت بغيتها تحافظ ليا على اللحم باش ما ينشفش. اوكي بحال قلتي غادي تحمري الدجاجه بكل سهوله، شتي كبيره هكا طبعا بحال هكا دايزه بالمزيان. اوكي نفس الشيء تحت الجلده، لاحظتوا تحت الجلده ما غادي نحيدش الجلده، وغادي نمشي على الطول ديال الصدر وغادي ندخلوا لها التتبيله ديال لا موطارد. اوكي ها شوف لاحظتوا جايبون بصدري.
لقمة كلها تدخل هنايا، عرفتي كي غادي تاكلوه. واما لا شويتوه على الفاخر، if you grill it outside and the charcoal. ما قلت والو، شوفوا ما قلت والو، جربوها وردوا عليا الخبر، راني ما قلت والو. بحال اللي كتيقمو الدجاج البلدي ديال الحامض والزيتون. نعم سيدي، وطيل البنة. شوف صبعي غادي يمشي مع الدجاجة كاملة، شتي؟ ما نعاود لكم شكي كطلع هذاك الحال، راه ما بين الجلدة واللحم راه درنا كلشي. شوفوا حتى يديا ما تنضيعهمش، تنمسحهم مزيان. ضروري، شوف ما يمكنش نستغنى على هاد البنة. الله يسمح لنا يا ربي، الله يسمح لنا. الكرش ما كتشبعش دائما، هل من مزيد. نسيتينا شويه ديال الكلوروكس اللي توجد عندك ضروري باش كنحيدو الميكروبات ديال الرو ميت. بحال هنا طحنا خدمنا بالدجاج، هو غادي تمسح شاديش كذلك كومسا اي حاجة تقص بالدجاج الا نغسلوها بلا فيل. اوكي شكرا، ماشي حيت الكاميرا شاعلة، والله هكذا انا يا كنخدم في داري. نلبسو الخاتم، عجبني الخاتم في ديا. شكون اللي كان عاقل على هذه الاغنيه؟ اوكي امني وجد اكلنا انطلقوا. ان شاء الله ما نكونش ثقلت عليكم، يعني كنحاول ما امكن نجيب البسيط، نجيب السهل اللي في متناول الجميع. نتمنى يا ربي نكون دائما عند حسن ظنكم، ونتمنى تكونوا عرفتوا شكون انا من خلال ما اقدم. كما كنقول لكم من كل بلد طبق، فما كنقتصرش على طبق معين. ديفرسيتي زوينه، تنوع مزيان، وتغيير في نمط العيش ونمط الاكل محبد محبد، يعني ما خسر والو، يعني شي يدير المليح عليه. نتلاقاو، قولي كتهضري بزاف. زيب يور ليب، ثانك يو فور واتشين. اوكي صافا، علاش نقول لكم اليوم all green. سو نبداو على بركة الله. هذا الكالر جرين، اوكي، ولا كاباج جرين، اي بليف ذات ذا كالر جرين. اوكي عندنا فريش سابانيخ، اوكي عندنا سابانيخ حتى هي فريش، سبينيش، اوكي عندنا الكاو الكيرلي وان، يا ذيس از ا كاو. واخا تشوفوهم كتار، they won't give me nothing but it will give me something. محتاجين الشبكة باش الورقة تفكرو، تفكر مزيان وتحطها بورقة. سيب ديك يعني غنغسلو هادشي كامل، غنتلاقاو في حفظ الله ورعايته باش نوريكم كي غادي نديرها. Yep. Mustard chicken smells good in the house. I love it. Of course. Black coffee. المهم غسلنا كل شيء. We cleaned everything. It's time to do the workout now. Time to work out. Okay. حتى من العود حتى هو غنستعمله. ما كرميوهش. كترميه الا كنتي غديريه سوتي سالاد، يس، بات هذا غادي يتبخر. هذا وي غانا ستيم ات، سو وي ار نوت ثروين ات اواي. غادي نقطعوه بهاد الطريقه، حاولوا ما امكن تقطعوها رقيقه حتى توصلوا للليفز، وديك الساعه اتس اوكي. اوكي غادي ندير البقوله المغربيه على حقها وطريقها.
لذيذه بزاف. وهاد هذه هي الطريقه باش غادي نقطعوها ان شاء الله. عندنا طنجره وي هاف ا بات ا هاف واي واتر اند وي هاف ذا ستيمر. ات هاز تو ميني هولز ذا توب وان وذ ذس اند ايفريثينج ات جوز باك هير. So this salad, it should be steamed before seasoned. راه ما كتستغرقش الوقت باش تصاوبيها، خصها يكون عندك الخاطر، هذا هو الامر اللي فيها، يكون عندك الخاطر ديال تقصي، ماشي بالضروره تقصيها رقيقه، لا لا راه غادي تبخر وتنزل. اوكي غادي تنزل مع راسها. كما قلت لكم العمدان غادي نقطعهم رقاقين. شفتوا العمدان رقيقين، ونفس الطريقه غادي نمشيو عليها كلها. اوكي هذه وجدات، بيد ما دير واحد النص طيبه غادي نضيف عليها الصبانخ من الفوق، حيت الصبانخ داغي كطيب داغي كتنزل، فهذه غادي تشد الوقت. شوف كي كتنزل طبعا كحال نحركها ضروري باش هما يطلع معاهم الدخان مزيان، تنا الدخان البخار مزيان. ومني غادي نحس بها طابت عاد غادي نضيف الصبانخ. كما قلت لكم الصبانخ داغي كتنزل داغي كطيب. alright دابا غادي نشوفو الفران ديالنا. بسم الله الدجاج على ما تنظن طاب، باقي واحد شويه شوفو. شوف هذا الريحه هائله. كاش قلت لكم الصينيه والبارشمنت مزيان، ملي كتفيض ما شاء الله ما شاء الله. ريحه جميله، ولا حسيت دا بها نشفات غنضيف لها واحد شويه ديال شوربه اللحم او شوربه الخضر. الحقيقه نشفات ندير لها واحد شويه نعم صافي ندير مزيان. دابا غادي نضيف لها شويه ديال المرق ان كان بليف ارتبط يا ما شاء الله ما شاء الله. طب خصها شويه ديال لاصوص ونخليها تبخر. بطبيعة الحال انا الكابيج ديالي ما فيه حتى شي ماده ديال اللحم، فدرت القنور على طريق البنه ديال الخضر. بيه غادي نسقي حيت مشويه شي شويه، غنعطيه غير واحد التعريقه. الروز طاب ما شاء الله. اوكي باش لاصوص ما يبقاش هكايا على الوجه، تحتو لاصوص غادي يتقاد بالمزيان. اوكي عرفتي والبنه الزبده فيه هائلة، عرفتي راه شراب ما شاء الله. فهاد السقوة غادي تجي مع الروز بالمزيان، الصوص اللي هنايا تا هو مازال الروز غادي يشرب بإذن الله، ما غادي يجيش معجن وهانتوما غتشوفو. You will see what I'm talking about. ماشي كثيرة غير خليها تنبت لتحت. That's it. So good. وغادي نغطيها وغادي تكمل فيها بعض الخطرة 10 دقائق أخرى مع هذا الرز وحنا دايرينها. So good. جاش طاب هاتي هو سو 165 والجاج هو طيب صافي. الا غيرتو شي حاجه غادي نغطيه بيد ما
نوجدو الوضع. اوكي الجرين طابت طابت، الصبانخ داغي غا تنزل. اون طوبا خمسة دقايق عشرة دقايق وجينا للتشحار. عندنا زيت البلدية الميريكانية، بطبيعة الحال عندنا زيت البلدية المغربية. زيت العود، عندنا تومة مدقوقة ولا محكوكة، المدنوس مع شوية ديال التومة والحامض مخير. شي حاجة منظمة. حامض مصير مقطع رقيق، البقولة ديالنا هي البقولة ماشي البقولة، وليلي بقولة فخرناها مزيان بعد ما فخرات، وغادي نضيفوها للتحيرة ديالنا ان شاء الله. يا سلام سخونة راني ماشي مشكل. نحرك مزيان كنحركها باش ما تحرق لي شي ثومه، يعني كنديرها في الميديم. دابا غادي نزيد التوابل، شي حاجه ديال التحميره حلوه، اللي بغى يدير الهريسه يديرها، انا ما غنديرهاش. طبعا الحال البقولة والكمون أصحاب مع بعض، ضروري تكومينا، الملحة على حسب الذوق دائما، صوت فلفل الأسود اللي هو بلاك بابر. اوكي كنضل شوية ديال زيت البلدية المغربية، هادي غير من هنا ما جبت حتى شي حاجة من المغرب حيت كاينة هنا. صافي لما نتقلو غادي نذوقو برك بطبيعة الحال، ولا خصها رقامة غادي نزيدوها رقامة. يلا غادي نخلطو مزيان. ودي ضروري خصها تكون مبخرة، ما تقوليش غير نشدو نصوطي. خاصها شويه تكمينه حقيقه الهريسه، غادي تعطيها نغمه اخرى. انما ما غادي نديرش الهريسه اللي بغاها ياكلها في بلاصتو. صافي غنخليها هكا حتى غادي تشحر خطره. هذه هي البقوله غرب الرعب، زيد المروكان ديش The traditional green is supposed to be steamed before you season it. Otherwise, it's just gonna be like soaky salad and that's it. So, we'll see what's her maras, huh? And we're good. إيوا هنا حد الفيديو ديالنا سهلة، طولت عليكم. إيوا وصلنا a bit longer, but you know what? Three recipe in one. I think that it's fair enough for 36 minutes. I am so sorry for that length of this video, but it's worth it. I hope you're gonna like it. I hope you're gonna try it. Believe me, that stuffed cabbage, this mustard chicken, you're just gonna need to try a little bit, a small of it, and you will see what we're talking about here. زعما وصفة جميلة سهلة بسيطة. أما البقولة وهما البقوليات كلهم نوع واحد،
كما كان نوع البقوله يلي كتكون في المغرب يلي هنا كنستعملوها من امريكا باش نبردوا على خاطرنا شويه. المهم جربوا البقوله بهالطريقه، تعلموا تاكلوا الالياف الخضراء، والله صحيه جدا جدا جدا. كنقول لكم شكرا على الاهتمام، شكرا على التواصل، شكرا على كل تعليق جميل كيوصلني سوفر، والحمد لله انا فرحانه بالنتيجه اللي انا فيها، وان شاء الله غادي نكبر بكم باذن الله. ما تنساو شيء لايك شير اند سبسكرايب اوف كورس. That's I can offer ring bell. تن 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 رن الجرس عندكم وعندي. إن شاء الله تكونوا كاملين على خير وبخير، إن شاء الله يعجبكم هاد الوصفة، إن شاء الله تنول رضاكم، وما تنسونيش من دعوة الخير.